ورشة أبو أحمد لتصليح الشاشات والتلفزيونات والستلايت وكافة الأجهزة الإلكترونية. هذه الورشة هي في أحد المناطق الشعبية في منطقة الأمين حي نواب الضبار، فقمنا بزيارة المحل واطلعنا على أهم الإنجازات التي يقوم بها صاحب هذا المحل. المحل اللي وجدناه أنه محل متواضع صغير الحجم، يقوم صاحبه بصيانة الأجهزة المنزلية من الماطورات والشاشات والتلفزيونات. المحل صغير ومتواضع، ولكنه نذر نفسه لكي يساعد الناس في تصليح الأجهزة المنزلية من خلال نشر فيديوهات تعليمية على صفحته في الفيسبوك واليوتيوب باسم خالد المعموري. قام بعمل الكثير من الدورات في موقعه على اليوتيوب والفيسبوك ومساعدة الناس في تصليح الأجهزة من خلال إقامة دورات مصغرة للمواطنين الذين يحبون تعلم لف الماطورات. التقينا بصاحب المحل وحدثنا عن مشروعه. بسم الله الرحمن الرحيم. مشروعي خاص بجهة الشباب، خصوصا الشباب العاطين العمل، تعرفون تعيينات ماكو، شغل قليل، الأزمة الاقتصادية. فأني ارتيت أن أسوي قناة على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. هاي القناة مخصصة لتعليم تصليح الأجهزة المنزلية عامة، يعني ما عندي تخصص بجهاز معين، ماطورات المي، ماطورات المبردة، أجهزة التحويل، الشاشات، التلفزيونات، المراوح، يعني أي جهاز بالمنزل نستطيع أن نصلحه هنايا ونخدم الشباب أحسن ما يبقى عاطل العمل ويبقى على العائلة مادة. ننصح الجميع متابعة الفيديوهات التعليمية اللي سويناها، لأنه إحنا دا نصرف جهد وطاقة نشتغل، مدى تشوفونا نشتغل بالمحل وأثناء الشغل نصور فيديوهات ننزلها. نريد بكل طريقة نوصل المعلومة للمشاهد حتى يستفاد، لأنه يحز بنفسه بأنه يتخرج من الكلية أو من معهد أو من إعدادية ويبقى عاطل العمل. ليش؟ الشغل موجود، بس تتحرك شوية يصير عندكم تحفيز طاقة. العمل كله سهل، وعمل الكهرباء ما ينتهي، شغل الكهرباء ما ينتهي. وتشوفون المحل مالتي، هذا صغر المحل، والله الناس ما شايفينه. اليوم ارتئيت أنا أشوفكم هذا المحل مالتي حتى الشباب يتحفز. انت الشغل مالتك ما يحتاج لك محل بهذا، قد ربع هذا المحل كافي. تقدر تبدي خطوة خطوة بالتعليم، شوف الفيديوهات، اجمع معلومات. انا حاضر للمساعدة لأي واحد يحب يتعلم، يحب يواصل وياي على الماسنجر، على اليوتيوب، هنا يجي للمحل. انا اخدم الجميع مجانا، ماكو شيء بعد اسمه سر المهنة. هذا اللي قررت بحياتي، سر مهنة ماكو. اي شيء يجيني من المحل اعرضه للناس واقول صلحته بهاي الطريقة، واتمنى الخير للناس جميعا بدون تحديد. واعتذر عن المصلحين، لانه الرزق ترى الرزق على رب العالمين. لا تقول بانه هذا دا يمحي الرزق مالنا، لا بالعكس، دا ننشر علم، والعلم لازم ينشر للجميع. واحنا كان ما وصلت الكهرباء ولا الاضاءة، اديسون من اكتشف الكهرباء ما خلاها بس ببيته، ما خلى المصباح، من سوى المصباح خلاه بس ببيته، لا وصل لنا يا انه. وشلون وصل؟ نشر العلم. هذول الناس اليهود، فاحنا مسلمين لازم ننشر العلم. رجاء هاي تهموها الفقره، لازم ننشر العلم. فاتمنى اي واحد صاحب مهنه ويقدر ينشر، هو بالموبايل ما يحتاج لك، هسه انا اصور بالموبايل، موبايل ما يتجاوز سعره 100,000، اصور معلومه وانشرها للناس، خلي الناس تستفاد. ايش عندك معلومه انشرها؟ يجوز معلومه بسيطه انت بنظرك، بس بالنسبه للناس يجوز معلومه مهمه. فاشكركم جميعا على المتابعه واتمنى لكم التوفيق. سرمد، ايش تنصح العاطلين عن عمل والخريجين؟ انصح العاطلين عن عمل والخريجين ان يتابعون قناه سيد خالد المعموري، لان المعلومات اللي يعطيها مهمه ومو واحد يحصلها بسهوله. وان شاء الله بعد ما اكمل فتره التدريب افتح محل ومصدر رزق لي ولعائلتي،
ويشكر السيد خالد المعموري على تعليمي، وشكرا جزيلا. أحد ثمار التعليم نقدم لكم المتعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا اسمي أحمد خالد أحمد، خريج كلية إدارة واقتصاد جامعة بغداد. قدمت إلى عدة تعيينات، ماكو أي تعيين، كلها واسطات من جيد. فصارت ويا والدي، تعلمت المهنة، وهاي الحمد لله صار لي 3 سنين أشتغل فراشات، مطارات. هذا الأمر يعني، وشكراً.